والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. لا يخفى على جميع المسلمين سواء في هذه البلاد أو في غيرها أن نعمة الأمن والإيمان نعمة عظيمة جدا، امتن الله عز وجل بها على قريش فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعمة فالنعم كثيرة جدا، الله عز وجل قال في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فشوف الله عز وجل كما أمر الأولين بشكر النعم، أمرنا احنا مجموعة جميع المسلمين. قال الله عز وجل لسليمان ابن داود عليه السلام بعد ما أعطاه ذاك الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده وجاب له ذاك العرش ديال ملكة سبأ، ماذا قال سليمان؟ قال: ما أمر الله عز وجل به، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كذلك سليمان عليه السلام كما قال الله عز وجل: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلواني أشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. كذلك الله عز وجل ذكرنا في سورة سبأ قصة سبأ وما كان عندهم. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. قال قتادة رحمه الله أحد المفسرين قال: كانت المرأة تحمل السلة فوق رأسها ثم تمر من تحت الأشجار تملأ من غير أن تقطف ولا أن تجني. فماذا أمرهم الله عز وجل؟ قال: بلدة طيبة وكلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا فعلوا؟ قال الله عز وجل: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم يعني السد فأغرقهم جميعا. قال: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. الله عز وجل أمرنا معشر المسلمين، أمرنا بما أمر به الذين سبقونا من الأنبياء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فإذا بغينا تزيدنا نعم أخرى على هذه النعم اللي كنعيشها من رغد عيش مرخاء في المعيشة، من سخاء، من طمأنينة، من أمن وإيمان. الحمد لله المساجد مفتوحة، عبادات الله عز وجل مطلوبة والكل يعمل بها، من أراد الخير يسعى له ومن أراد الشر كذلك ممكن منه. فالإنسان يسعى في طريق الخير ويظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. إلا بغينا نزيدوا أو يزيدنا رب العالمين سبحانه وتعالى نعمة على النعم اللي عندنا، خصنا نشكروا هذه النعم ونصرفوها في طاعته سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتقون الله حق التقوى لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والله ما عهد في تاريخ من التواريخ أن الطير خامت وخرجت مظاهرات من أجل الخبز ولا من أجل الماكلة ولا من أجل هكذا. ما تفتنوش أمة في دينها وفي إيمانها من أجل باش وصلوا شيء من الدنيا وعرض من الدنيا قليل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستكون أثرا وأنه سيكون حكام يأخذون أموالكم. قالوا: فما العمل يا رسول الله؟ قال الصحابة: فما العمل يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أنتم لكم تباغين المعيشة الطيبة والحياة الطيبة، اسألوا رب العالمين سبحانه وتعالى واسعوا السعي الصحيح. قرأوا كتاب الله عز وجل وقرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الصحابة كيفاش كانوا عايشين لما كان زمن الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي انظر غادي يشوف بأن الناس كانت متفرقة في جميع أحوالها، لا في الأحوال الاجتماعية ولا السياسية ولا الاقتصادية ولا غير ذلك. لكن لما جاهم هذا الدين وبعث الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وتابعوه، تحولوا من ناس كانوا يرعون البقر والغنم في أرض قاحلة صحراء لا تنفع ولا ترد عليهم شيء، تحولوا منها إلى سادة للأمم والدول وقاد لها وضرب بهم التاريخ خير مثال. فكذلك احنا كنقولوا لإخواننا في الحسيمة: اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تنزعوا يد من طاعة، راه غادي يبدلكم الله عز وجل بشيء شر مما أنتم عليه إلا ما شكرتوش نعمة الله عز وجل. أما لا شكرتوا الله عز وجل يعطيكم ذاك المطالب اللي كتطلبوا ويزيدكم طلبات أخرى. اما بالنسبه لذاك الرجل اللي دخل، نسال الله عز وجل يهديه. اما نقولش كما كيقولوا كثير من الاخوه، لكن هما اخواننا بغوا علينا، نسال الله عز وجل يرد بنا وبهم الى سواء الصراط. هذاك الرجل اللي دخل المسجد ووقف الخطبه خصو يتقي الله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى. قال: اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت، والامام يخطب يوم الجمعه فقد لغوت. فكيف تدخل انت وتقطع على الناس عباداتهم؟ الله عز وجل قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا الذين يستحقون التمكين.
اما تجي باش تطعن على الناس العبادات ديالهم واعظم عباده بعد التوحيد اللي هي الصلاه كما جاء في حديث ابن مسعود قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله قال الصلاه على وقتها وجيت تقطع الناس الصلاه ولا سيما صلاه الجمعه فاتق الله سبحانه وتعالى وراجع نفسك قبل ان ترجع الى ربك فياخذك اخذ عزيز مقتدر شكرا جزيلا.